حكم من حدثه مستمر كغيره في المسح إذا لبس بعد كمال الطهارة؟ صورة هذه المسألة لو أن شخصا به حدث مستمر كسلس بول أو سلس غائط أو سلس ريح أو مستحاضة، ثم شاء أن يلبس الخفين ليمسح عليهما، فإن له ذلك، ولكن يشترط أن يكون هذا اللبس للخف بعد كمال طهارته وبعد توفر شرط صحتها، وشرط صحة طهارته أن يدخل عليه الوقت، فإذا دخل عليه الوقت وتطهر طهورا كاملا ثم لبس خفيه فله أن يمسح عليهما. والدليل أن النصوص عامة ولم تفرق بين من حدثه طارئ ومن حدثه مستمر، وقد يكون هذا أولى بالمسح من غيره، وذلك لوجود الوضوء منه عند دخول وقت كل صلاة.